لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من تصله الأخبار والأحداث اليومية. الادعاء بأن ارتداء حمالة الصدر يمكن أن يعرض النساء لخطر الإصابة بسرطان الثدي كان موجودا منذ ما يقرب من 20 عاما. هل تحمل هذه الفكرة أي حقيقة؟ تقول للدكتورة لورا هيتشينز إخصائية الأورام الطبية في يويمز والمتخصصة في سرطان الثدي إنه لا يوجد دليل كاف لدعم هذه الفكرة. وفقا لمقال نشرته مجلة ساينتيفيك أمريكا، بدأت هذه الأسطورة بنشر كتاب في منتصف التسعينيات زعم أن النساء اللواتي يرتدين حمالات صدر ضيقة مع سلك سفلي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من أولئك الذين لا يرتدونها. يقترح المؤلفون أن حمالات الصدر يمكن أن تضغط على الجهاز الليمفاوي للثدي، مما يتسبب في احتباس السموم في أنسجة الثدي لتسبب السرطان. الإجماع العام بين الأطباء هو أنه لا نوع حمالة الصدر التي يتم ارتداؤها ولا ضيق الملابس الداخلية لهما أي علاقة بخطر الإصابة بسرطان الثدي. كما علق الدكتور هيتشينز بأن الاعتقاد بأن الصدمات الجسدية على الثدي مثل الضرب أو الركل يمكن أن تسبب السرطان أيضا، وتقول يبلغ المرضى أحيانا عن إصابات سابقة في منطقة الثدي حيث يتطور السرطان في وقت لاحق، كما يمكن تحديده هذه الأحداث صدفة. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من تصله الأخبار والأحداث اليومية.